لا بس ممكن يطلب يعني ممكن مو شرط عموما هسه اخوان انتبهوا لنا هنا هسه هذا المثال مثل ما تشوفون منطينا هذا الرسم شو منطيني؟ منطيني هنا 3 ريزيسترز هذه وحده 5 اوم ووحده 10 اوم ووحده 20 اوم بعد شو منطينا؟ منطينا الاي ار الاي ار قيمتها سالب 100 وزاويه 0 فولت الاي واي الاي اي هذا الاي ار اي واي اي بي فمعطيني اياها اي واي 100 وزاويه 60 فولت والاي بي شقد قيمته 100 وزاويه سالب 60 هسه لما نبي منطيني اياها شو منطيني اياها؟ فولت الفيز زين جيد حتى اقدر استخرج حتى اقدر استخرج فولتيه اللاين فايش راح اقول؟ اسف حتى اقدر استخرج التيار تيار اللاين فاذا اريد اقول الاي ار ناشو طيار موس الاي ار كاف او نقدر نقول الفيز راس الكرنت فايف هسه التيار اللي يمر وين؟ بالمقام الخامس بالخمسه اوم اللي هو شو طيار موس الاي ار اي ار كاف راح شو يساوي لي؟ الاي ار علي على الار اللي هي 5 تقدر تكتبها 5 او على الار وتساوي 100 سالب 100 سالب 100 زاوية 0 على يمين 15 على 15 سالب 20 نفس الفكرة هسه ذكرت عنده راح اروح بالعشرة اللي هو مش مطينا رمز اي واي راح شو يساوي لي؟ مباشرة راح شو يصير عندي؟ 100 والزاوية 60 هنا 10 زاوية 60 زين 20 اوم اللي هي شو تطيني؟ الاي بي راح تساوي مباشرة خلينا نكتبها 100 ماينس بي على 20 قد راح تنطيني؟ هسه شو استخرجنا؟ استخرجنا الاي ار واستخرجنا الاي واي واستخرجنا الاي بي شو اللي يطالب من عندي بالسؤال؟ هو يريد من عندي سيكونس كومبوننتس اوف كرنت سيكونس كومبوننت اوف كرنت عنده ريزستر يعني بالفيس بالريزستر وبعد وين؟ عنده سبلاي لاين السبلاي لاين هو منطي اي ار بي اي واي بي سمول اللي استخرجناه الكابيتال اللي هو شنو هو؟ الفيس فهسه خلينا نستخرج بالفيس فراح شو نقول اذا بدنا نستخرج بالفيس نجي نقول الاي ار نوت شو يساوي لي؟ واحد على ثلاثه اذا تذكرونها اللي كتبناها هنا قوانين الصفر زين شو يساوي لي الاي ار؟ اي ار زائد واي زائد اي بي زين وتساوي واحد على ثلاثه ذولي الاي ار عندنا هذا قيمته خلينا نشوف هذا الاي ار ماينس 20 وزاويه 0 مو صحيح؟ زين الاي بي 10 وزاويه 60 زائد البي 5 دقيقة ايش قد يعطيني؟ الناتج 4 بوينت 41 وزاوية 160.9 هذا شو كان الاي ار نوت بس احنا راح نحلل منو جاي يشتغل على منو يا تيارات تيار الفيز يعني السيمتريكال كومبوننت او السيكونس كومبوننت المن للفيز زين نجي الاي ار 1 الاي ار 1 شو يساوي؟ واحد على ثلاثه اي ار
زائدة أي تربيع له أي؟ أي أي واي زائدة أي أي بي أي تربيع أي وتساوي. فهنا راح ننزل بعد راح ننزل مباشرة بالقيمة. ليش؟ لأنه أي آر عندك، الأي واي عندك، والأي بي عندك. زين شو بقى عندنا هنا؟ الأي مثل ما تعرفون واحد. زين والأي تربيع واحد والزاوية كم؟ 240. فقط تعوض عن هذا الأي وعن هذا الأي تربيع. أما بالنسبة للأي أي آر أي واي أي بي شبيه موجودات عندنا. زين فراح ننزل القيمة اللي هي أي آر 1 راح تساوي لي 11.66 والزاوية 180 درجة. نفس الفكرة بالنسبة لمن؟ لل IR2. IR ال IR2 عكس هذا القانون. أي تربيع IY زائدا أي IB. أيضا كل المعطيات الموجودة عندنا فقط تطلع القانون النهائي اللي هو شكل العفو الناتج النهائي يطلع عندنا IR2 4.4 والزاوية شكل ماينس 160.9 دقيقة. هسه شو استخرجنا؟ استخرجنا الـ IR نوت، الـ IR1، الـ IR2، خلصنا؟ لا، بعد مش عندنا، هاي استخرجناها فقط للـ R. هذه استخرجناها، هسه ذولي فقط شنو هون؟ مجموعة الـ Red Phase. زين؟ شو بقى عندنا؟ بقى عندنا الـ Y. وبقى عندنا الـ B. فالواي هنا نفس الفكره ايضا راح شو يساوي لي؟ الواي نوت شو يساوي لي؟ ويساوي نفس اللي استخرجناه بنفس المقدار بالنسبه لنا الاي واي نوت. ويساوي 4 الـ I Y not يساوي منه الـ I R not ويساوي الـ I B not. زين بالنسبة لمن؟ للـ I Y 1 الـ I Y 1 شو يساوي لي؟ أي تربيع I R 1. هذه من جبناها القوانين؟ هذه القوانين جبناها بالمزمة الأولى، يعني أول مزمة أخذناها واللي لخصناها أداة الذخيرة تبنانا. زين وتساوي ايضا الاي الاي تربيع واحد تساوي ايش قد 240 والاي ار 1 ايش قد قيمته استخرجنا الاي ار 1 هذا فراح يصير عندي الاي ار 1 عفوا اي فمباشره يطلع عندنا الاي واي 1 تساوي 11.66. زين الاي واي يكون نفس الفكره 4.4 ماينس 40.9 امبير. زين هذا خلصنا الواي نكمل نستخرج منه نستخرج البي بالتالي راح نخلص هسه هذه مجموعه الار استخرجنا النوت وال1 يعني الزيرو والبوزيتيف والنيجاتيف نعبر على الواي ايضا استخرجنا الزيرو والبوزيتيف والنيجاتيف نفس الشيء بالنسبه لمن؟ للبي نفس الشيء الـ IB0 تساوي الـ IR0 ونفس الفكرة القوانين عندهم نعوض مباشرة. زين هسه كملنا بالنسبة لمن؟ ذولي كلهم اللوز أو الدارج ستار نجي لمن؟ للسبلاي. للسبلاي مثل ما أخذنا القوانين مباشرة راح ايش أقول؟ هسه هذا اللاين هنا فأقول الـ IR0 راح شو يساوي لي؟ يساوي صفر مباشرة يساوي صفر. طبعا هذا شو يساوي لي؟ الـ I هذا أول مجموعة خلصنا منها. نجي للـ IR1 شو يساوي لي؟ J جذر 3 I R كامل
هسه نجي الاي ار 1 الاي ار 1 بوزيتيف ان لللاين او للسبلاي لللاين هذا الاي ار 1 هذا الار راح تحلل ثلاث مركبات الاي ار اول وحده عرفناها صفر الثانيه ايش جيب تساوي جي جذر 3 هي من الاي ار 1 اللي هي وين اللي هي بالفيز بالفيز اللي هي هذا 11.6 فهذا مش استعمل نعم فقط عوض 11.66 والزاوية ايش قد؟ 100 الاي ار 2 ايضا مباشرة القانون مالته نفس القيمة ماينس راح يصير ار 2 فراح يصير عندي ماينس جي جذر 3 اي ار 2 اي ار 2 ايش قد احنا مستخرجينها بالفيس؟ 4.4 زين هسه راح شو يصير عندي استخرجت الاي ار نوت والاي ار 1 والاي ار 2 ذول ثلاثتهم شو يمثلوا لي؟ الار نفس الفكره اقدر استخرج من هو اليلو نفس القوانين راح تطبق واضح؟